وعودة من جديد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجولته الأوروبية وزيارة بيلاروسيا. وينضم إلينا عبر الهاتف موفد التلفزيون المصري محمد جوهر متابعا لجولة الرئيس الأوروبية. محمد، الجديد لديك بشأن جدول أعمال الرئيس السيسي وأهم اللقاءات التي عقدها اليوم؟ نعم غدا السيد الرئيس فور وصوله إلى مطار مانسك الدولي توجه سيادته لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول أو ما يعرف بساحة الشعلة. أيضا سيادته بعد ذلك من المقرر أن يتوجه أو يلتقي رئيس وزراء بيلاروسيا سيرجي روماس، حيث من المقرر أن يكون هناك تباحث حول مجمل الأوضاع والعلاقات الثنائية بين مصر وبين بيلاروسيا. أيضا من المقرر أن يكون هناك لقاء للسيد الرئيس مع ممثلي الشركات الكبرى ورجال الأعمال، حيث من المنتظر أن يكون هناك حديث حول استعراض لأفق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة أيضا في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في كافة أنحاء البلاد. أيضا هذه الزيارة ربما تكتسب أهمية من خلال أيضا تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي للعام 2019. يعكس هذا الأمر وفق كثير من المراقبين والمتابعين هنا دور مصر المهم، ويثبت مكانتها وتأثيرها الكبير في المنطقة بل وفي العالم بأسره. فهناك حديث عن أن يعني الثقة بأن الرئاسة المصرية ستعطي دفع جديد لتطوير الاتحاد الافريقي والدول الاعضاء فيه، ايضا ايجاد اليه للتعاون الثنائي سواء بين مصر وبيلاروسيا او ثلاثيه بين مصر وبيلاروسيا والاتحاد الافريقي. فبيلاروسيا تبحث عن منفذ او تحرك بشكل او باخر داخل القاره الافريقيه او الانفتاح الاقتصادي والتجاري للعمل داخل القارة الإفريقية. أيضا هذه الزيارة تأتي بناء على دعوة من الرئيس البيلاروسي إبان زيارته لمصر في العام 2017 رغبة منه في إيجاد تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين حقيقي أو فعلي. أيضا هناك تفاؤل بأن ترقى هذه العلاقات بين البلدين أو الدولتين إلى المستوى العلاقات الاستراتيجية وأرقى العلاقات في هذا الإطار. هذه الزيارة ليست لترشين علاقات متميزة كما يرى كثيرين، إنما هي للتأكيد على ما تم تحقيقه من إنجازات على مدار الأعوام الأخيرة، حيث يبدي الجانب البيلاروسي انفتاحا كبيرا للتعاون مع مصر في كافة المجالات ومن دون قيود. نعم، أشكرك الزميل محمد جوهر موفد التلفزيون المصري متابعا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأوروبية ووصوله إلى بيلاروسيا. شكرا جزيلا لك محمد.